رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. إعداد وتقديم زكي حداد. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن للرموز البشرية عبر الأزمنة دورا فعالا في رسم ملامح التاريخ وتحديد مساره، لما تقدمه من خدمات جليلة وتضحيات جبارة وأعمال مرموقة. الشخصية الأولى التي سنتكلم عنها مستمعينا الكرام في هذا الأسبوع من برنامجكم رجال ومواقف هي شخصية أدت خدمات جليلة للحضارة الإسلامية، بل هي أول من حمل هذه الحضارة من المغرب وعبر بها شمالا تجاه أوروبا. إنه القائد الهمام طارق ابن زياد. يسرني مستمعينا الكرام أن أجدد الترحاب بضيفنا الكريم الدكتور يوسف العلوي، باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ السيرة النبوية، متخصص في تاريخ المغرب. أستاذي كريم، مرحبا بكم مجددا. بارك الله فيك أستاذ زكية. إذن طارق بن زياد من الشخصيات البارزة، بل من الشخصيات المؤسسة لتاريخ المغرب قديما. أولا نعرف المستمعين كرام، من هو هذا القائد الهمام طارق بن زياد؟ بارك الله فيك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. طارق بن زياد ذكرتم أنه مؤسس، وفي الحقيقة أحسبك قد أحسنت الاختيار عندما جعلته أول رمز من رموز هذا البلد، لأن التاريخ على أي حال، لماذا طارق بن زياد في كشخص أول كمؤسس؟ لأن طارق بن زياد أحسبه أول مغربي، أول أمازيغي مغربي برز في تاريخ الإسلام، ربما النموذج الأول الذي صنع بالإسلام في هذا في تاريخ المغرب، الشخص الذي يمكن اعتباره أول رمز من رموز هذا البلد بعد أن دخل في الإسلام طواعية. ومن هنا أهميته. نعم، رحمه الله. غريب ربما أن يكون من البربر، ربما هذا هو الذي يساهم في تميز هذه الشخصية. لا شك، هناك من يقول إنه عربي، وهناك من يقول إنه مولى فارسي، والراجح عند جمهور المؤرخين أنه نفزاوي أمازيغي من هذا البلد، وأن أهله أسلموا قديما منذ بدايات الفتح الإسلامي للمغارب. عندما أقول المغارب أقصد ما وراء الإسكندرية في اتجاه الغرب، يعني أقصد ليبيا الحالية وتونس والجزائر والمغرب، أقصد هذا الشمال الإفريقي. والفتح بدأ تقريبا مع سنة 23 أو 27، وتقدم كثيرا بعد ذلك إلى أن استقر تماما في نهاية القرن. وهو اسمه طارق بن زياد، واسم أبيه أيضا اسم عربي، مما يدل على أنه ربما أسلم جده وولد هو في جو مسلم وفي أسرة مسلمة، لذلك فلا غرابة أن يكون قد تعلم الإسلام وتعلم اللغة العربية وقال تلك الخطبة العصماء التي هي أبرز ربما ما أنتجه، من أبرز ما أنتجه الخطباء المغاربة، وقد جعلها الفقيه المؤرخ المغربي الشيخ المرحوم عبد الله قنون رحمة الله تعالى عليه من درر وعيون الأدب المغربي، من خطبة طارق بن زياد، وبدأ بها خطبه قبل خطبة أي عالم آخر أو قائد آخر من قادة المغرب، وهو انتباه عظيم وتحية إجلال وترحم لهذا الرجل العبقري الشيخ عبد الله قنون رحمة الله تعالى عليه، صاحب النبوة المغربي في الأدب العربي. فهذه الخطبة هي جزء من التراث المغربي الأكيد والأساسي. نعم، فسنعود إلى هذه الخطبة في نهاية هذه الحلقة. الآن نعود إلى أصول طارق بن زياد. ذكرنا بأنه ربما أسلم في الفتوحات الأولى، أي عندما بدأت أسلم. نعم نعم، أسلم أجداده في الفتوحات الأولى التي بدأت من الشرق نحو المغرب الكبير، المغرب الأقصى. وهنا عندما نذكر طارق بن زياد يجب أن تكون هناك إشارة إلى رمز آخر وشخصية مرموقة أخرى لها علاقة وطيدة بطارق بن زياد، هو عقبة بن نافع. يعني ما علاقة طارق بن زياد بعقبة بن نافع، وكيف وصل طارق من القيروان إلى المغرب الأقصى؟ ما عقبة بن نافع هذا توفي رحمه الله سنة 364 هجري، هذا قديم، يعني لا ليست هناك علاقة
لا أحسب أنه كانت لا يعني على الأقل في المصادر التاريخية لا تذكر أنه كانت علاقة بين عقبة بن نافع الفهري وبين طارق بن زياد، بل هو الشخص الذي يرتبط به أساسا هو القائد الكبير موسى بن نصير رحمه الله الذي كان واليا على إفريقيا، ولكن عقبة بن نافع هو الفاتح الأكبر لبلاد المغارب. إذا ذكرت الفاتحون فعلى رأسهم عقبة بن نافع، أبو المهاجر دينار، البلوي، حسان بن النعمان الغساني، ثم بعد ذلك موسى بن نصير. فلا أحسب أو على الأقل المصادر لا تذكر علاقة واضحة بين مباشرة ربما مباشرة بين عقبة، ولكن نقول إن طارق بن زياد وأسرة طارق بن زياد وعدد كبير من أهل هذه البلد يدينون بالفضل الكبير لعقبة بن نافع وغيره من الفاتحين الذين فتحوا هذه البلاد. فإنما دخل الإسلام على يد هذا الرجل وهو من التابعين، من كبار التابعين، كبار القادة الفاتحين، جزاه الله عنا خير ما جزى رجلا قائدا صالحا عن كل أمة دخلها هذا الدين. فنحن أهل المغرب الأقصى، أول من أوصل إلينا الإسلام، أول لقاء بيننا وبين الإسلام كان عن طريق عقبة بن نافع الفهري رحمه الله، وطارق بن زياد لعله من بركات هذا الفتح الذي قاده عقبة وغيره من كبار الفتح رحمهم الله. نعم، إذن كان تذكر المصادر أن طارق بن زياد كان يعيش في القيروان ثم هاجر إلى المغرب واليا إداريا، يعني هذه الرحلة من القيروان إلى مدينة طنجة. مسألة أين كان يسكن هو الذي حصل. الفتوح الإسلامية عموما ليست غزوا عسكريا، ليست غزوا تدميريا، بل هي فتوح. الناس يحملون الدين لشعب ما، فإذا قبله فله الأمر. ولذلك ترين أنه القادة الأوائل والحكام الأوائل لهذه المنطقة كانوا من أبنائها. فموسى بن نصير عندما ولي على القيروان جعل واليه على طنجة، واليه يعني طنجة كانت آنذاك هي العاصمة، طبعا لم تكن هناك فاس ولا سجل ماسة ولا مراكش ولا المدن هذه الكبرى التي نعرفها في تاريخ المغرب بعد ذلك، وطنجة كانت من البناء القديم، فكانت عاصمة لطارق بن زياد والي المسلمين على بلاد المغرب وهو منهم. نعم، فهذا عليه اتحال يرد ردا واضحا على الذين يدعون ويتشدقون بأمور غريبة جدا من كوني لو هذا احتلال أو هذا غزو أو هذا استعمار أو هذا كلام في غاية الغرابة على الحقيقة. موسى بن نصير لم يكن حتى عربيا وهو من الموالي، وطارق بن زياد كان من الأمازيغ وهو كان يحكم مسلم يحكم المسلمين من الذين دخلوا في الإسلام، ودخل على يده عدد كبير من أمازيغ المغرب إلى الإسلام. ولا أستطيع أن أسمي ما تفضلتم به رحلة من القيروان إلى طنجة، بل هو وظيفة إدارية، يعني نعم. الرجل قائد كبير من قادة الأمازيغ أرسله قائده إلى منطقة ليكون واليه عليها، لما رأى فيه من كفاءة، لما رأى له من قوة، لما رأى له من قدرات، وليكون أعرف بالناس. نحن في مرحلة نشر الإسلام، نعم، ولا بد أن يكون الرجل يتكلم بلسان قومه، وأقصد بثقافة قومه لا أقصد اللغة فقط، لا بد أن يكون منهم ليكون أقدر وأعلم وأدعى لأن يسمعوا له ويطيعوا. وفعلا هذا الرجل له دور كبير جدا في نشر الإسلام. ومن لطائف ما شاهدت أن سكان نواحي مدينة الشاون الجميلة في المغرب يذكرون أن هناك مسجدا في نواحيها ينسب لطارق بن زياد، يقولون إنه من بناء طارق بن زياد رحمه الله، من المآثر والشاون بعيدا نوعا ما عن طنجة، دل على أن الرجل ما كان قابعا في طنجة في قصر إمارته، بل كان فاتحا ينشر الإسلام ويبني مؤسساته في بقاع المغرب. وقد ذكر المؤرخون أن عددا كبيرا من أهل المغرب من الأمازيغ دخلوا الإسلام على يدي هذا الرجل الفاتح الكبير. نعم، ذكرنا سابقا أننا سنركز مع الشخصيات على الصفات الخاصة بهذه الشخصيات التي أبرزتها وجعلتها شخصيات قوية وجعلت على يدها هذه الفتوحات وهذه الإنجازات. مثلا شخصية طارق بن زياد نرى بأنه على يده كما ذكرتم استطاع أن يؤلف بين البربر والعرب، استطاع أن ينشر الإسلام في بقاع كثيرة، وأنه لم يكن فقط قابعا في مكانه ويقوم فقط بدور إداري بعث له من القيروان. صفات هذا الرجل أن يحقق الإنسان إنجاز بهذه القوة في مدة وجيزة، ما هي الصفات التي أهلت حتى يحقق هذه الإنجازات؟ هو الرجل كان أميرا منذ حوالي سنة 86 إلى أن فتح الأندلس سنة 92،
ورجع إلى بلاد المشرق سنة 93. بعد 93 هناك اختلاف كبير بين المؤرخين في التاريخ لهذا الرجل، فهناك من يقول إنه قد مات في المشرق، وهناك من يقول إنه رجع يجاهد في الأندلس خفية دون أن يكون قائدا ولا أي شيء. نعم. رجع مجاهدا عاديا كأي جندي من جنود المسلمين إلى أن مات سنة 102 هجرية. فإذا تقريبا فترة إمارته من 86 ل 93، وهي فترة وجيزة. شحال هي؟ نعم. حوالي 7 سنوات. في 7 سنوات لكي يوزن الرجل بالميزان الحقيقي. هذا رجل أمازيغي من أسرتين أمازيغيتين شهيرة بالمغرب. أسلم أبوه وجده وأخذ تكوينا واضحا قويا جدا تدل عليه خطبته وما فعله أيضا حسن سياسته. هذا الرجل عندما كان واليا يعني استطاع أن ينبغ إلى درجة لفتت إليه أنظار القادة موسى بن نصير، فولاه على ولاية خطيرة جدا هي ولاية المغرب الأقصى، ولاية طنجة، عاصمتها طنجة. هذا الرجل لم يكتفي بنشر الإسلامي فقط في العدوى المغربية من في العدوى المغربية من حوض البحر الأبيض المتوسط، بل اشرأبت همته إلى أن يوصل الإسلام إلى ما وراء البحر. البحر. أي تفكير كان عند هذا الرجل؟ أي همة كانت عند هذا الرجل؟ أستسمحكم أستاذي الكريم في هذا الفاصل ثم نواصل. مستمعينا الكرام نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. مستمعينا الكرام أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج رجال ومواقف، والكلام لا زال مستمرا عن هذا القائد الهمام طارق ابن زياد وإنجازاته العظيمة وطموحه العالي الذي مكنه من فتح الأندلس. ومعنا دائما الدكتور يوسف العلوي، أستاذ في السيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب. دكتور يوسف العلوي، لازلنا نتكلم عن فتح الأندلس، كان إحدى إنجازات طارق ابن زياد العظيمة، ولا شك أنه يعكس خصائص بارزة في شخصية هذا الرجل، فكيف استطاع يا ترى أن يقوم بهذا العمل الجبار؟ الروايات اختلفت، قالوا الراجح أنه اتفق مع موسى وأن دخوله إلى الأندلس كان باتفاق وبتخطيط مسبق مع موسى بن نصير، وهذا الأجدر بقائد عسكري والأرجح. ولكن بعض الروايات تقول إنه اغتنم الفرصة ودخل إلى الأندلس دون حتى إخبار موسى بن نصير. وسواء كانت هذه أو هذه فإنها تدل على قوة هذا الرجل وعلى سعة الأفق وعلى علو الهمة لديه، وهذا ما نود من أن يكون عليه شبابنا وقادتنا، بعد النظر وعلو الهمة. والناس لا تقنع بالدون. الرجل لم يكن يعني طامعا في دنيا يكسبها وطامعا في أموال، فقد كان لديه في ولاية المغرب ما يكفي وزيادة. نعم، لماذا يخاطر في فتح مكان مجهول واقتحام مخاطر لا يعرفون عنه شيئا، وكان في جيشه عرب وأمازيغ، لم يكن يعني جيش خالص للأمازيغ، كيف استطاع العرب أن يسلموا له بالقيادة والأمازيغ كذلك؟ لا شك، قلت أن من خصائصه الفقه والعلم، يعني الرجل كان عالما، الخطابة، حسن السياسة والإدارة بحيث يستطيع أن يؤلف هؤلاء الناس، الدعوة إلى الله كان داعية، القيادة العسكرية العالية التي ستظهر من خلال فتح الأندلس في أقل من سنة كانت الأندلس قد فتحت كلها مغربها ومشرقها. نعم، في الحقيقة فهو قائد همام، ولو هذه الصفات الفذة كما ذكرتم، علو الهمة والطموح العالي والهمة المتطلعة إلى الآخرة وليس فقط إلى الدنيا. نعم. فهو أول شخص حمل الحضارة المغربية إلى الشمال تجاه أوروبا، وحقق هذا الأمر الكبير. نعم. الذي أصبح الناس يشيدون به فيما بعد. نعم. أن المغرب يعني له امتداد في الشمال نحو أوروبا ونحو الجنوب نحو أفريقيا، ولكن هذا الأمر حققه طارق بن زياد ولم يتحقق فيما بعد، يعني ربما قد عكست الآية فيما بعد، أن احنا بدأنا نأخذ من الشمال يأتينا من هناك تأتينا من هناك الأمور جاهزة، بدأنا أن نقتحم نحن ونكون نحن الآخذين بالبادرة. فدائما نعود إلى الخصائص. نعم. التي ميزت هذا الشخص. ونقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وما يدرك، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، ويوم يكون يفرح المؤمنون بنصر الله. لا 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 بأس. قلت سادتي الكريمة، شيخ قيدوم المؤرخين في المغرب الأستاذ عبد الله العروي في كتابه مجمل تاريخ المغرب، عندما يقدم يعني مقدمة جميلة لتاريخ المغرب، يتحدث أنه حتى اسم الماوري أو اسم الموريتانيين أو اسم النوميديين أو اسم الليبيين أو كذا أو الإفريقيين، هذه كلها لم يطلق هذا الشعب على نفسه، إنما سماه بها غيره. نعم. تاريخنا
أول الآثار المكتوبة مكتوبة في تاريخ وفي أرشيف غيرنا. هذه المنطقة عرفت احتلالات، عرفت غزوا من عدد من القوى، الفينيقيين والإغريق والرومان والويندال، وعدد كبير كانت من القوى كانت تأتي قرطاجيين من 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 شمال حوض البحر الأبيض المتوسط إلينا. ولم يذكر التاريخ أن قائدا من جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط من هذه المنطقة من شمال إفريقيا استطاع أن يغزو أوروبا. نعم، تحدثوا عن قائد عسكري كبير جدا اسمه حنبال، هانيبال. هذا وصل إلى يعني حاصر روما في إيطاليا، ولكنه كان قائدا عسكريا يواجه روما بتقنيات روما، كان قائدا متروما. نعم، ولم يكن حامل حضارة أو حامل فكر أو حامل رسالة. نعم، إنما كان قائدا عسكريا لم يرضى، كان ذا نخوة لم يرضى بهذا الواقع المرير من الاستعمار الأوروبي، فقام يواجهه وفشل أخيرا. وهم يتندرون فيقولون إن الذي هزم هانيبال رغم قوته، وهم يشهدون بقوته وبدهائه العسكري، وهو أحد كبار الدهاة القادة في العسكريين في العالم في التاريخ عبر التاريخ، قال الذي هزمه هو نظام روما، يقصدون حضارة روما وأنها مؤسسة استطاعت أن تهزم هذا القائد المغامر، لأنه هو أصلا همته لم تكن يعني هذا الأفكار المحركة. وهذا لا هذا لا يعني أن يقدم الإنسان تحية لكل القادة الذين رفضوا الظلم ورفضوا لأن يخضعوا للغريب ونفحوا عن أوطانهم. لكن أرجع إلى طارق بن زياد، الرجل لم يكن قائدا عسكريا يريد الغزو، يعني يدخل إلى إسبانيا إلى شبه جزيرة إيبيريا ويأتي بالغنائم ويرجع. الرجل كان يشعر أنه يحمل حضارة، يحمل قيما، يحمل رسالة يريد أن يبلغها للناس، كل الناس. ولأن عقبة بن نافع عندما وصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي وأدخل فرسه في البحر ونظر فلم يجد جزيرة أو مكانا يمكن أن يوصل إلى الإسلام بعد هذا البحر، طارق بن زياد اتجه شمالا فرأى يعني من مكانه في طنجة أو في نواحيها أن هناك بلاد ترى رأي العين، يعني لا يحتاج الإنسان إلى مكبرات ليرى يعني جبل طارق ولا جزيرة أرض وراء هذا البحر، فلا بد من العبور إليها، والتجار كانوا يمخرون عبب هذا البحر ذهابا وإيابا. قلت الرجل دخله الإسلام وأراد أن يحمل هذا النور لغيره، وهذه ميزة هذا البلد وميزة أهلها، وهذه خصيصة من خصائص هذا الدين أنه يستوعب الداخلين فيه ويجعل منهم قادة ويجعل منهم رساليين يحملونه يدافعون عنه وبه ويحملونه إلى الناس. ولم يكن أبدا غازيا، ولم يكن أبدا مستعمرا، وإن كان معمرا بإذن الله تبارك وتعالى للقلوب بالخير، معمرا للأرض بما ينفع الناس. والنموذج في ذلك نموذج طارق بن زياد. شحادي باش دخل الإسلام المغرب، يعني لكانت البداية كلها ربما يقولون من 27، ولكن البداية الحقيقية من سنة 50. ما بين هذه المرحلة إلى 92 تستطيع هذه الحضارة أن تصنع قائدا عظيما مثل طارق بن زياد من سكان هذا البلد، قائد ملء تاريخ سمعا وبصرا، يحمل الحضارة الإسلامية، يحمل هذا الدين إلى بلد ما ربما كان يظن وقد منع. يعني كانت أحد الناس في المشرق، ربما الخليفة الوليد بن عبد الملك كان له موقف آخر ربما متخوفا على المسلمين من فتح المغامرة بالمسلمين. نعم، في الأندلس، ولولا إصرار عقبة يعني عفوا طارق بن زياد وموسى بن نصير على هذا الأمر، القيام بهذا الليل. هذا هو الإسلام، عندما يدخل قلوب شعوب نقية، شعوب ذات فطرة، شعوب ذات نخوة من الرجال والنساء من مثل أهل المغرب. إذا نعود دائما إلى مسألة الهوية وترسيخ الثوابت في قلوب الأجيال، أن نعم، هذا الأمر هو المحرك للإنجازات وللأمور العظيمة. صح. لولا هذا الأمر العظيم ولولا ترسخه في قلوب هؤلاء الفاتحين مثل طارق بن زياد والشخصيات التي سندرسها في الحلقات المواليه بإذن الله، ما كانت يعني هذا هو المحرك الكبير، هذا هو الذي يصنع الهمم العالية. صحيح. إذا كنا نريد همما عالية ونريد حضارة كبيرة ونريد نشر هذه الحضارة ونريد العودة إلى هذا التاريخ المشرق، لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا بغرس هذه المبادئ في نفوس الناشئة وفي نفوس الأجيال القادمة، حتى تكون لها يكون لها هذا الشعور بالانتماء إلى شيء عظيم، حتى صحيح، يمكن أن تحقق أشياء عظيمة. أحسنتي أستاذتي الكريمة، لقد كان المغرب يعيشون دهورا وقرونا وكانوا يتلقون الهجومات من الشمال، لكن الآن أصبحوا فاتحين. ما الذي طرأ عليهم؟ طرأ عليهم الإسلام، أنهم أصبحوا يحملون الآن رسالة الله،
رسالة الإسلام، رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فأصبحوا بها شيئا آخر، خلقا آخر غير الخلق الذي كان قبله. الآن ماذا نحمل؟ إذا معناه إذا أردنا أن نكون أشخاصا مثل طارق بن زياد علينا أن نكونهم انطلاقا من هذا الخير، انطلاقا من هذه الرسالة، انطلاقا من هذا الوحي، انطلاقا من هذه الروح. هذه الروح هي التي حركت طارق وأمثال طارق. وانت قلتي ما بقاوش عندنا ناس من بعد طارق، لا، عندنا يوسف بن تشفين، وعندنا يعقوب المنصور الموحدي، وعندنا يعقوب المنصور المريني، وعندنا عدد كبير من العظام الذين عبروا إلى الأندلس ليجاهدوا فيها وغيرهم لم يذكرهم التاريخ قبل أن تعود الكرة لهم. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني نحن نطمع أن يصل أبناؤنا إلى نشر الإسلام في العالم كله بالسلم، بالمحبة، بالعلم، بالحضارة. نطمع لذلك ونحاول في هذه البرامج وفي غيرها كل جهد تصب في هذا. أريد أن أرجع إلى مسألة فتح الأندلس عند طارق بن زياد. يعني الأمر كان في غاية الغرابة، يتحدثون على أنه تحالف مع يوليان الغماري الذي كان أميرا على 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 سبتة، وهو الذي أعطاه السفن ليعبر بها. أنا أقول لا بأس تاريخيا، من وجهة نظر تاريخية لا بأس أن يحصل قدر من التعاون ليعبر لأسباب تاريخية يطول الكلام فيها. بسفنه أو بسفن يوليان، وأحسب أن السفن الإسلامية كانت آنذاك قد صنعت، لأن موسى بن نصير كان قد صنع بنى دارا لصناعة السفن في تونس في المغرب الأدنى، تصنع قطعا بحرية في غاية الأهمية، فأحسب أنه لماذا سيحتاج إلى سفن يوليان؟ هذه واحدة. وعندما دخل الذين كانوا معه أمازيغ وعرب، قالوا 12,000 جلها أمازيغ، وهناك من قال لا جلها عرب، وهناك من قال 3,000 ديال العرب والآخرون كذا. على أي حال هذه الروايات، ولكن المؤكد أنهم كانوا من العرب ومن الأمازيغ. نعم. المسألة الأخرى، هو في خطبته التي خطبها، أي واحد المسألة نكتة يمكن النكت، يقول بأنه أحرق سفنه. نعم، هي مسألة غريبة ومثيرة للإشكالات. كقائد عسكري عبقري مثل طارق بن زياد دائما يضع خطة للانتصار وخطة للانسحاب. يعني هذا مؤكد، لا يمكن أن يحرق السفن حتى يفرط في طريق العودة في حالة يعني جاءت الأمور بما لا تشتهي السفن. لكن قد يكون أوهم جيشه بأنه أحرق السفن. أوهم، قد يكون أحرق بعضها، أو قد يكون أحرق شيئا وأراهم أنه أحرق سفنهم حتى لا يفكروا في العودة. هذا ممكن أن يقوم به يعني قائد عظيم مثل طارق، ممكن أن يفعل ذلك. أما أن يحرق السفن على الحقيقة فأحسب أن الأمر مستبعدا. هذا تهور في الحقيقة، لا يليق بهذه الشخصية ربما. نظن هذا بما أنه في غياب النصوص القطعية، هذه كلها تخمينات. نرجح أنه ما كان ليحرق سفنه كقائد استراتيجي كبير، ولكن قد يكون أوهم جيشه بأنه أحرق سفنه حتى لا يرجعون. الذي كان على مقدمة جيشه أيضا من الأمازيغ، الجبل الذي بدأ منه هو جبل طارق إلى يوم الناس، هذا ما زال هذا الرجل خالدا بسبب هذا الجبل. وهذه نكتة أيضا، بعض المغاربة يسمونه جبل الطار أو جبل الطار. دابا الناس في الشمال تقول مشينا لجبل الطار، جبل الطار اش من طار، وانما هي بحال خداوها من اللفظه الغربيه جيب غالطار. والله ودي حنا هو كان سميتو جبل طارق، رجعوهم جبل الطر، خدينا حنا جبل الطر. لا، بل هو جبل طارق. وعندما نقول طارق، شكون طارق؟ طارق بن زياد المغربي المسلم الامازيغي. هكذا ب 12,000 فقط من رجال يحملون الرساله في قلوبهم، استطاع هذا الرجل ان يهزم لودريك رودريغيز القائد الملك الذي كان يحكم آنذاك إسبانيا في معركة واحدة حاسمة، واستطاع في أقل من سنة أن يصل إلى عاصمته طليطلة. نعم، في أقل من سنة كانت الأندلس تتساقط مدنها في يده كأوراق الخريف. ما أظن أن هذه قوة عادية، وما أظن أن هذه قوة عسكر، بقدر ما قدر من الإخلاص من هذا الرجل. قوة المبدأ، وقد تظهر قوة المبدأ وقدرة طارق بن زياد على جمع العرب والأمازيغ على مبدأ واحد قوي. نعم. خطبته، عندما نقرأ بعض السطور من هذه الخطبة يظهر بأن كانت له هذه القدرة على جمع القلوب وتأليفها. صحيح. حول مبدأ قوي، لأن المبدأ الذي يجمع هو الذي يعطي هذه القوة للتوحد، هذه القوة للعمل الجماعي، هذه القوة للنهضة، هذه القوة للقيام. فهذه الخطبة تعطينا ربما مفتاح من مفاتيح هذه الشخصية الفذة. صحيح صحيح. والخطبة الحقيقة تحتاج ربما دراستها إلى متخصصين في هذا، ونحن لن ندرس خطبة طارق بن زياد، فلها من لها أهلها، لكن فقط هي إشارات من هذه الخطبة. الأولى، بعض الناس يشككون في هذه الخطبة،
يقولون إن طارق بن زياد أمازيغي وجيشه أمازيغي، وكيف يكون لرجل أمازيغي أن يقول خطبة يعني تدل صياغتها على أنها من أقوال فطحاء يعني فطاح العلماء والكبار الخطباء. وهذا الأمر مردود عليه، وقد ناقشها أستاذ ناس عبد السلام الهراس رحمة الله تعالى عليه في إحدى منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أثبت في كلامه أن الخطبة من قول طارق بن زياد ورجح ذلك، وذكرها الشيخ عبد الله قنون في النبوغ المغربي وغيره من العلماء. لماذا؟ لأن جده كان مسلما وأبوه كان مسلما، ونحن نعلم ونحن ندرس يعني تراث المفسرين والفقهاء، عدد كبير من التابعين كانوا من فارس وكانوا من الروم وكانوا عظماء عباقرة في الفقه وفي اللغة العربية، حسن البصري عدد كبير يعني بعض تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس كانوا كلهم من غير العرب وهم أقوياء فصحاء في اللغة العربية. فلماذا يعني هي المغربي الأمازيغي اللي ما يتخشى المغارة ليس قادر على هذا؟ نعم. هذا في حقيقة بخس، بل نقول إن هذه الخطبة قالها طارق بن زياد رحمه الله في جيشه لا شك في ذلك، والطريقة التي صاغ بها خطبته في غاية الأهمية، أن يقول العدو أمامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله إلا الصبر. هذا كلام ما ليس كلاما عاديا أبدا. وكيف استطاع أن يحرض جيشه والوسائل التي استعملها لذلك وكونه مشارك في ذلك، وقال إنه سيهجم على لوذريق على الملك بنفسه وسيقتله، ويقول لهم إذا قتلته فقد أرحتكم منه، فإن مت فابحثوا لأنفسكم عن قائد آخر. واحد المبدأ ديال الشورى أنه إذا مت اختاروا لأنفسكم بطلا من الأبطال تولونه أمركم، وإذا بقيت وإذا مت دونه فاخلفوني في عزيمتي. كلام في غاية النفاسة بحقيقة، وما يحتاج إلى من يدرس هذا الأمر من البلغاء والسادة أساتذة البلاغة، لكن نحن ندرسه من ناحية تاريخية، يعني ما يمكن أن يقوله قائد عسكري ليحرض به جيشه وهو مقبل على معركة حاسمة ضد عدو قادر قوي كثير العدد يوجد في بلده، يعرف جغرافية بلده، يحارب في أرضه مدافعا عن نفسه. استعمل جميع الوسائل، حرضهم بالآخرة بطلب الجنة، وحرضهم كذلك ولا بأس بخيرات هذا البلد، لأن هذه نفوس بشرية والنفوس بشرية فيها شيء من طلب بعض الملذات وليس ذلك عيبا، لكن الأفق البعيد هو هناك في الجنة ولا بأس بشيء من هذا. شجعهم بنفسه، حرضهم بأقوال، ما شاء الله. يعني في حقيقة خطبة يعني أحسب أن المغاربة يجب أن يدرسوها لأبنائهم، بل أن يحفظوها، ولو كان فينا خير لحفظناها ولحفظناها لأولادنا، فإنها نموذج تدل على عبقرية هذا الشعب عندما دخله الإسلام، وكيف صار يفكر وكيف صار يتكلم وكيف صار ينظر وكيف صار يشجع. وهذه القولة قادرة لوحدها هذه الخطبة على تبيان من هو طارق بن زياد حقيقة، وكيف استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه رحمه الله، وماذا فعل بالشعب المغربي عندما دخله وعندما وحد صفوفه وعندما عبر به إلى الضفة الأخرى. في حقيقة لم نوفي هذه الشخصية العبقرية الفذة حظها أبدا. طارق بن زياد هو قائد همام، وكتب التاريخ المصادر الأصيلة مليئة بالكلام عنه. نعم. بتفاصيل سيرته وبتفاصيل وجوده بالمغرب، وخصوصا تفاصيل فتح الأندلس، هذا الفتح العظيم في عهد هذا القائد الهمام. ففي نهاية هذه الحلقة دكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ أسيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب، لكم جزيل الشكر. ودائما نضرب للمستمعين موعدا متجددا في الأسبوع المقبل وشخصية فذة أخرى من شخصيات المغرب العظيم. إذا المستمعين الكرام، الموعد يتجدد دائما في الأسبوع المقبل، لحين ذلك اللقاء نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.